كابتن محمد مصالحي، اهلا بحضرتك. كابتن ميد عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وبخير ويا رب تكون قضيت عيد سعيد كده مع الاسره. والله الحمد لله نحمد ربنا. واخبار هاني ايه؟ طمنا على هاني. والله يعني في احسن حاله، عامل يعني انجازات رهيبه الحمد لله. ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم يا رب يا كابتن. ربنا يحميكم. ما شاء الله عليكم. لسه كنت بقول خبر انضمام ابو سعيد، انا عايز ابارك لك على التجديد الاول، وده اعتقد ان هي حاجه يعني حاجه ابسط حاجه ممكن يقدمها النادي الاهلي ليك. عملت انجازات كبيره جدا جدا وكنت تستاهل وتستحق بصراحه. والله حاجه عشان شرف كبير ليا ان انا استمر العام الرابع التوالي بقياده فريق كره الطايره النادي الاهلي. يعني الف مبروك، وان شاء الله من انجاز لانجاز، وان شاء الله تحقق كل اللي حضرتك عايزه مع فريق كره الطائره. لسه بقول ان انضمام ابو السعود، وكنت بقول ان حضرتك اثنيت على هذا الانضمام. بالنسبه للسعود احنا كان عيني عليه من زمان، ايام حتى ما كان الكابتن ابراهيم ماسك الفرقه من 2014. الولد كان شاب صغير لسه، كان واخد برضه يعني بطولات العالم بيست سكورر يعني حاجه زي كده. بس نادي بتروجيت طبعا باعوا لنادي الزمالك، ما كناش نقدر نعمل حاجه. استنيت لغايه لما طبعا عقده انتهى خالص في نادي الزمالك، وكلمته. الولد ابدى بصراحه رغبه ان هو ينضم للنادي الاهلي، والحمد لله التفاوض يعني تم بسرعه، وهو ولد صغير في السن وقوي، ان شاء الله يبقى اضافه قويه جدا للفريق ومستقبل ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني طموحاتك العام المقبل يا كابتن محمد شكلها ايه؟ وايه الدوافع اللي عندك؟ وايه الجديد اللي عندك ممكن تقدمه السنه الجايه ان شاء الله؟ والله الحمد لله، اولا الفرقه قوامها زي السنه اللي فاتت، يمكن بس ضفنا عليهم ابو سعود، وطموحاتنا طبعا زي السنه اللي فاتت ان شاء الله مش هنقل يعني عن المنافسه على الثلاث القاب، ولو هنشارك في البطوله العربيه. بس طبعا السنه دي في ضغط كبير جدا او بالظبط كبير جدا للمنتخب، هتبقى صعبه جدا، لان انت عارف ان لعيبه المنتخب بالقوامه الاساسيه من النادي الاهلي، معانا يمكن 11 لعيب من النادي الاهلي، هيلعبوا ماتشات كتير جدا وعندهم ارتباطات كتيره جدا تمام لغايه شهر واحد. فدي بتمثل عبء كبير جدا علينا، دوري وكياس وبطوله افريقيه. انتوا متعودين على كده، متعودين على كده. بس طبعا انت عارف الارهاق برضو بيبقى اكيد ظروفه، خصوصا من السنه اللي فاتت برضو استقبلنا احمد صلاح ومحمد عبد المنعم في اخر الموسم، حتى يعني فعلا لعبنا ماتش الزمالك الاخير ده يمكن بثمان لعيبه بس، لكن طبعا الحمد لله اللعيبه كانت رجاله، وقدرنا ان احنا نحسم الدوري والكاس بدون ولا هزيمه العام الثاني على الزمالك. كل التوفيق ليك يا كابتن محمد. انا مهما اقول يعني بصراحه مش هديك حقك، دايما موفق ودايما في انجازات، وان شاء الله من انجاز لانجاز، والف مبروك على التجديد، وده حقك وابسط حقوقك كمان، وان شاء الله السنه الجايه كمان تجمع كل البطولات كالعاده. شكرا جدا محمد مصالحي، نجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق النادي الاهلي طائره، شكرا جدا لحضرتك.